يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناقشت أحد الشيعة فقلت لما تقولون يا حسين ويا علي وهما ميتان؟ قال هم أحياء قتلا شهيدين، والله قد قال عن الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف أرد عليه؟ رد عليه بآخر الآية يرزقون، إذا كانوا يرزقون صاروا عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب منهم أنت وهم يرزقون؟ ما قال يرزقون، قال يرزقون وهم شهداء. نعم.